السلام ومرحبا بجميع متابعي لبلد ابسولوت. الفيديو هذا موجه لتلاميذ السنه 9 اساسي فيما قاعدين تراو الجزئيات المعتبره. تمرين الفيديو هذا في الحقيقه هو جزء ثاني نتاع فيديو ديجا عملناه، ترجعوا للشان يوتيوب نتاعنا لبلد ابسولوت تلقاو الجزء الاولاني. دونك نواصلوا مع بعضنا. الرسم التالي كما قاعدين تراو هو ب مثلث قائم الزاويه في او، حيث المسافه او ا تساوي 4 سنتيمتر، المستقيم او بي تساوي 2 سنتيمتر، بي متصف قطعة المستقيم أو أ، إم نقطة من قطعة المستقيم أو أ حيث أو إم تساوي إكس مجهولة مثل ما نعرفوهاش، مع العلم أن إكس محصورة بين صفر واثنين. هنا إكس متنجمش تكون صفر خاطرها أكبر، معناتها مطلقة الأكبر من صفر وأصغر من اثنين، دونك زادا كيفاش متنجمش تكون اثنين، معناتها هي محصورة بين صفر واثنين. باهي نواصلو. المستقيم المار من ام والعمودي على او ا يقطع ا بي في ان، دونك المستقيم هذا اللي هو ام ان اوكي يقطع او ا في ام ويقطع او ا بي في ان. المستقيم المار من بي والعمودي على او ا يقطع ا بي في ك، دونك هو ده هو مستقيم بي ك اللي هو عمودي على او ا. قال لك السؤال الاولاني بين ان ام ان تساوي 4 الى اكس على 2. نمشيو نشوفو كيفاش نجاوبو على السؤال هذايا، ماذا بينا تكون ريداكسيون تاعكم طريقة الإجابة كيما هكايا. بما أن المطلوب هو تناسب، شنو معناها تناسب؟ كيما هنا قاعدين تراو إم إن تساوي 4 إلا إكس على 2، هذايا تناسب. فمن الأرجح استعمال مبرهن تالف، معناتها كاين وتولي عندك ريفليكس كي تشوف فما عندك تناسب معناها تستعمل ديريكتومون تحاول أنك تفكر في مبرهن تالف. باهي نشوفو كيفاش نجاوبو عليه. وتقولوا انتم شنو العلاقه بين الجزيئات المعتبره وتالس؟ راهو المعلومات اللي قريتها من قبل نجم تطبقهم في اي درس كو سوسوا جبر ولا هانسا. ديريكت نشوفوا تو مالك كيفاش نجاوبوا. في المثالث او ا بي لنا منها تنفكروا كيفاش نستعملوا نظريه تالس. لنا ام تنتمي لقطعه المستقيم او ا، ان تنتمي الى قطعه المستقيم ا بي، دونك ام ان موازيه لاو بي. كيفاش عرفنا ان ام ان موازيه لاو بي؟ خاطر عندنا او بي عمودي على او ا، واو ا زاد عمودي على ام ان، هذما معطيات. وبالتالي مادام عندنا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم اذا هما متوازيان، فبالتالي فان ام ان موازيه لاو بي. اذا حسب نظريه تالس ولا حسب مبرهن تالس لنا ام على او ا او تساوي ان على ا بي تساوي ام ان على او بي، ومنه ام على ا او تساوي ام ان على او بي. نعاودو توا كل وحده باللي بالر نتاعها. ا ام تساوي 4 الا اكس، ا او هي 4، ام ان هي اللي قاعدين نلوجو عليها، او بي هي 2. دونك نستعملو توا التناسب، ام ان تساوي 2 في 4 بين قوسين 4 الا اكس على 4. جست توا علينا كان نختزلو ب 2 من فوق 2 ومن تحت ب 2 بيسك من فوق عندنا جذاء، دونك تولينا ام ان تساوي 4 الا اكس على 2. نمشي نشوف توا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول بين أن المسافة كبي تساوي 1 سنتيمتر. شوفوا كيفاش نجاوبوا عليها هذايا. بما أن السؤال حول برهنة منصف فإننا نستعمل أحدى خاصيتين حول المستقيم الرابط بين منتصفي ضلع مثلث. به شنو معناها هذايا؟ نشوفوا الإصلاح حتى نفهموا. في المثلث أو أ بي لنا بي منتصف قطعة المستقيم أو أ، هذايا معطى. بالطبيعة نحاول نستعمل المعطيات نتاعنا. بيكا موازية لي أو بي، كيفاش عرفنا اللي بيكا موازية لي أو بي؟ بالطبيعة بالمعطيات اللي عطاهولنا هو بيكا عمودي على أو أ وزاد أو بي عمودي على أو أ. كالعادة عندنا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فبالتالي هما متوازيين، معناها بيكا موازية لي أو بي. باهي نواصلو. توا المستقيم بيكا تقاطع المستقيم أ بي تساوي نقطة الكا، نقطة كا. هذه الشكل هذا هو تقاطع بالفرنسي انترسيكسيون. اذا ك هي منتصف ا بي. به لنا بي منتصف قطعه المستقيم او ا وك منتصف قطعه المستقيم ا بي، بالتالي فان بي ك تساوي او بي سور دو. نبدلو توا او بي بالفالور بتاعها اللي عطاها لنا في المعطى، او بي هي 2 دونك 2 على 2 دونك بي ك تساوي 1. جاوبنا على السؤال هذا 1 سنتيمتر معناها. نشوفوا السؤال اللي بعده، نشوفوا السؤال اللي بعده. السؤال شنو يقول؟ لتكن S مساحة شبه المنحرف MN KP، بين أن S تساوي 1 على 4 في بين قوسين 6 إلى إكس في بين قوسين 2 إلى إكس. به نجاوبوا توا على السؤال هذايا.
ب. منك بي هو شبه منحرف قائم في ام و بي، قاعدته ام ان و بيكا، قتل المستقيم ام ان قتل المستقيم بيكا، حيث معطيه امتحان ام ان هي 4 اكس على 2 و بيكا تساوي 1، ارتفاعه هو ام بي يساوي او بي مو ال او ام دونك تساوي 2 على اكس، جست نعوضوا باللي فالور برك. اذا مساحه شبه منحرف كما نعرفوها هي مجموع القاعدتين في الارتفاع على 2، طبقوها كما قريناها في المكتب، هذه حاجه قريناها في المكتب في السيزيام اني، ريتو معناتها المعطيات اللي قريناها الكل نجم نطبقوها في اي معناها وقت في اي لحظه، دونك نحاولوا ما ننساوش. دونك اس اللي هو سيرفاس بالفرنسي، دونك المساحه تساوي ام ان بتطبيقها في التمرين تاعنا، ام ان بلس بي كي هذو مجموع قاعدتين قاعده كبرى مع قاعده صغرى، في الارتفاع اللي هو ام بي على 2. توا ما علينا، كان نبدل نعوضوا به معناتها لي فالور نتاعهم، اس تساوي كيما قاعدين تراو نبدلوا جوست باللي فالور نتاع ام ان و بي كا و ام بي، دونك في الاخر بكل جوست نطبقوا لي فورمول ماتيماتيك معناتها القواعد الحسابيه، اس تساوي 1 على 4 في بين قوسين 6 الا اكس في بين قوسين 2 الا اكس. نمشيو توا نشوفوا السؤال اللي بعده، قال لك في السؤال اللي بعده اوجد العدد الحقيقي اكس حيث 4 في اس تساوي 5. هنا السؤال هذا هو كمالة للتمرين كما قلت في الفيديو الاولاني، دونك ترجعوا للفيديو الاولاني في الشان يوتيوب نتاعنا تفهموا هالحكاية. به الاسلاح لدينا 4 اس تساوي 5، يعني 4 اس ديجا مازال حسبناه اللي هي هذيا اس، اس هي السرفاس نتاعنا اللي هي 1 4 في 6 الى اكس في بين قوسين 2 الى اكس، هذيا موجودة في الفيديو الاولاني اللي قلنا عليه، دونك باش نعوضوا في بلاست اس باش نكتب الفورمولا دي، دونك 4 في 1 على 4 في بين قوسين 6 الى اكس في بين قوسين 2 الى 5 تساوي 5، هذا يعني 4 في 1 على 4 تصير اختزال، دونك 4 على 4 معناها 1، معناتها باش تبقى لنا 6 بين قوسين 6 الى اكس في 2 على 5 تساوي 5. باهي كي نرجعوا للفيديو الاولاني نلقاو 6 الى اكس في 2 على 5 تساوي ا مع 5، دونك أ مع 5 تساوي 5 معناها أ نهزو 5 من غادي تولي أ تساوي 0، إذا يعني أن كي نرجعو كالعادة للفيديو الأولاني اللي لقينا كي حلينا العملية هاذيا لقينا إكس تساوي 1 و إكس تساوي 7، دونك إحنا ماذا بينا تشوفوا الفيديو الأولاني باش تعرفوا تربطوا بيناتهم وكيكا تفهموا الوضعية كيفاش. ميرسي إنكم تبعتونا وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا، وحاجة أخرى لأن إحنا حبيت نوريكم اللي الجزئيات المعتبرة وإلا تاليس كلهم مربوطين ببعضهم. هذا فيديونا اللي نتاعنا نتاع اليوم، ما تنساوش تعملوا أبوني للشان نتاعنا وتبارتاجيو الماكسيموم بوسيبل الفيديو، وتحاولوا تزورونا زادة ماذا بينا تزورونا للموقع نتاعنا لافالور ابسولي.com. ميرسي بوكو إي أتخي بيانتو، سلامة.